احنا لحد قبل الفلتر ما خدنا ايه؟ وقتي. خدنا واي فيشن، يبقى احنا دلوقتي هناخد مين؟ تمام؟ احنا اتفقنا ان الواي فيشن ده عباره عن ايه؟ او ايه سببه؟ او ايه فكرته؟ كيراتوزس. كيراتوزس، تمام؟ يعني حصل لك انسنت ضعيف، فبدل ما يعمل مشكله الجسم عشان يدافع عن نفسه راح عمل ايه؟ كون كيراتين، تمام؟ اوكي؟ طيب امال الواي فيشن بتتمنى ان احنا نعمل نتيجه ايه؟ عشان الجوزه غالبا
طيب accordingly يا دكاترة هنقسم الـ answers دي لو سبقها لو ما سبقهاش visiting وكولا نسميها primary answer يعني تكونت من غير حاجة، ولو سبقها visiting أو كولا نسميها إيه؟ secondary answer زي الصورة اللي هو إيه؟ اللي هي كده. أوكي؟ secondary answers اللي هي سبقها visiting أو كولا هنقسمها حاجتين، يا إما الـ visiting دي تبقى intra epithelial يعني جوه الـ epithelial layer خلاص، يا إما تبقى sub epithelial يعني إيه؟ تحت الانتيريور. شايفين البيسمنت ميمبرين اهو، اوكي اهو، وتحتيها ايه؟ البيسمنت بتاعتك، البيسمنت بتاعتك تمام. نفس هنا بقى بصوا شايفين البيسمنت ميمبرين اهو، وهي في النص ما بين الايه؟ الانتيريور تمام. طب تتوقعوا يا دكاتره مين فيهم اسهل يحصل لها ريبسود؟ الانترا انتيريور، لان الساب انتيريور وصلها ايه؟ هي كبيره جدا من الايه؟ من الانتيريور خلاص. طيب باقي الكلاسيفيكيشن هنقسم على اساس الاصل، وهي الكلاسيفيكيشن الاساسيه بتاعتنا الايكولوجيكال كلاسيفيكيشن يعني اكوردنج تو ذا ايه؟ تو ذا كوز خلاص؟ النهارده هنتكلم على اثنين، هنتكلم عن الميكروبيولوجيكال ارسرز وهنتكلم على الرياكشن ايه؟ ارسرز. طيب اول حاجه رياكتيف ارسر، يعني ايه رياكتيف ارسر؟ يعني حسب نتيجه ايه؟ رياكشن صح؟ فاكرين في الوايت ليجن كان الرياكتيف وايت ليجن اسمها ايه؟ تمام؟ وكانت بتتعمل ازاي؟ لا انا عرفت بس عشان انا عشان عليك صح؟ ايوه بس كل نفس الشكل عباره اقول ازاي؟ عباره بص ده كده جدا. احنا قلنا الرياكتيف كيراتوزس كان بيحصل نتيجه ايه؟ انسولت عامل ازاي؟ ايوه يبقى كرونيك و ضعيفة وحصلت على ايه؟ على وقت طويل خلاص؟ العكس هيحصل مع الارسل علشان الرياكشن بتاع الجسم يبقى على شكل ارسل يبقى الانسر هيكون ايه؟ قوي وعلى شورت تيرم. اذا الارسل زمانها احنا كنا بنقول هناك انه الكيراتوزس كرونيك، الارسل ايه بقى؟ اكيوت. الارسل ايه دكاترة؟ اكيوت. اوكي؟ طيب زي النوع اللي احنا هناخده النهارده اللي هو الميكروبيولوجيكال ارسرز، يعني الارسرز حصلت نتيجه ايه؟ انفكشن. حصلت نتيجه ايه يا دكاتره؟ انفكشن خلاص. بيقول لك الانفكشن دي ممكن تبقى بكتيريا زي ايه؟ بكتيريا زي تي بي او ستيفنكس او الايه اللي مش عارفين هي ايه؟ اكيوت نكروتايزنج او سيرفنت ايه؟ جنكوايز خلاص. دي كلها ايه؟ بكتيريا، كل ده بكتيريا كوز. احنا النهارده هناخد التي بي والستيفنكس بس، اوكي؟ في عندنا حاجات فانجل زي هيستوبلازموزس، في حاجه اسمها ايه؟ لاشو هيستوزس مش عارف الفانجل، وفي عندنا فايرل ده هناخده كله اللي هو الهيربس سيمبلكس والهيربس سوستر والهيربس جاين والهيربس سوستر نوت هناخده. فاحنا هناخد الفايرل وهناخد ايه دكاتره؟ بكتيريا مش هناخد مين؟ الفانجل. طيب ابدا معلش هسألك سؤال كده قديم شويه. لو انا جالي فانجل اكس بتعمل معايا ايه؟ واخد منه اول حاجه.
الالسر الصغيره، ودي برضو هنلاقيها، هنلاقي في السرز معينه بتطلع صغيره قوي، بنقول عليها بين بوينت. بين بوينت يعني عامله زي شكل الدبوس كده، حجمها صغير قوي. تلاقي السرز شويه اقل من 1 سنتيمتر، اكبر من نفس اقل من 1 سنتيمتر، وتلاقي السرز كبيره اكتر من ايه؟ من 1 سنتيمتر. طب ايه الالسر اللي تعرفوها اكبر من 1 سنتيمتر؟ اكثر مشهوره كده كلنا عارفينها وبتبقى كبيره قوي في الحجم، ايه هي؟ بتخاف منها؟ سكويرس سيل كارسينوما. خلاص دي من اشهر الالسرز اللي هي بتكون ايه؟ كبيره قوي، حجمها كبير عشان خاطر هي عامله ايه؟ انفلتريشن. تمام؟ تاني حاجه الشيب. الشيب ده برضه مش هنختلف عليه، هتقول لي اوبن، هتقول لي راوندد، مش هندور فيه، اوكي؟ ندخل بعد كده على الحته المهمه السراوندنج ميكوزا. تمام؟ يعني ايه سراوندنج ميكوزا يا دكاتره؟ يعني ايه الالسر؟ انا بتكلم عن الميكوزا اللي حواليها اللي هي الطبقه دي. ممكن تبقى ايه وممكن تبقى ايه؟ او ممكن اشوف فيها ايه؟ ريدنس يعني فيها انفلاميشن، او ممكن تبقى ايه؟ ما فيهاش انفلاميشن. طيب مين احسن؟ ان يبقى فيها انفلاميشن ولا ما يبقاش فيها انفلاميشن وليه؟ ما يبقاش فيها انفلاميشن. الاحسن ان ما يكونش فيها انفلاميشن؟ طب بص هناخد اراء، ها؟ ليه ما فيهاش انفلاميشن احسن؟ عشان البلاد فيزنس بيكون البلاد اقل ناحيه الدرس، فيريديوس بليدنج. ماشي، يعني انت بتقول ان كده مش هيبقى فيه بليدنج، ولانه الانفلاميشن عامل ماسكيليشن كتير وكده، فده احسن. طيب الدكتور، اسمك ايه؟ ماشي، ليه يا محمد احسن يبقى فيه انفلاميشن؟ بالظبط، الانفلاميشن يا دكاتره دليل على ان الجسم هنا بيعمل ايه؟ ريسبونس. الانفلاميشن ده مش حاجه وحشه، بغض النظر ان بيعمل ديستراكشن والكلام ده، بس هو معناه ان الجسم بيرد على ان فيه ايه؟ انسر. فكوني اشوف الانفلاميشن ده النورمال، نورمالي ان انا لو لقيت انسر الاقي حواليه ايه؟ انفلاميشن. امال لو ما شفتش انفلاميشن ده انديكيشن على ان انا عندي ايه؟ حاجه بتلاميشن. كومبرومايز، عندي مشكله في الايه؟ في الاميونيتي. خلاص؟ طب السراوندنج مارجن لما تيجي توصف هتكون يا اما ليها ريد اريثيماتس حلو، خلاص؟ يا اما هاف نو اريثيماتس حلو. اوكي؟ اريثيماتس يعني حمر. اتفقنا؟ يبقى في السراوندنج مارجن هتكون يا اما عندها اريثيماتس حلو، يا اما ما عندهاش اريثيماتس حلو. طيب المارجن والادج، حد يعرف ايه الفرق بينهم؟ ايه فرق بين كلمة مارجن وكلمة ادج؟ المارجن اللي هو من جوه، اللي هي الحتة اللي جوه، انما الادج الحتة اللي فوق خالص، اللي هي طرف البتاع. ماشي، بص هو انت قلت الفرق صح بس لخبطته. ليه بقى؟ المارجن يا دكاترة هو الاوت لاين، اللي هو لو جبت قلم هعرف اسيبه، اللي هو خط اللي فوق ده. شايفينه؟ ده المارجن اللي فوق خالص. اوكي؟ انما الادج هي الطرف الحافة بتاعتها. ايه؟ عارف لما اقول لك الادج بتاع الحاجة الحافة بتاعت الحاجة دي الحافة. انما اللي اقسمه بالقلم ده هو ده ايه؟ المارجن. اتفقنا؟ طيب اقول ايه على المارجن واقول ايه على الادج؟ المارجن اللي هو اللي احنا بنقسمه بالقلم بنقول ايه؟ ريجولار وريجولار. تمام؟ امال الادج، بص بقى الادج ده انا عايز اوريه بالظبط، ريز او ايفيرتد، ايه الكلام ده؟ انا عايز اوريك الصور بتاعتك عشان تفهم. بص يا دكاتره دي ادجز مختلفه، ممكن نقفل الجمله بس تركزوا ما تناموش. بص يا دكاتره شايفين الصوره الاولانيه دي؟ الادج ده اسمه اندر مارك، عارفين ليه اسمه اندر مارك؟ عشان لو بصيت على الالسر هتحس ان انت شايف اه حافه، بس تحس ان الالسر واكله ايه؟ تحتها. حاسين الموضوع ده مش حاسينه؟ شايفين الالسر اللي فوق دي؟ تحس انها عارفين زي الانامك كده، عارفين اندر مارك انامك؟ نفس الكلام اللي هتحسه شايف، مش كده عامله كده، تحس ان في اكسبشن تحت الادج اللي انت شايفه. ده بيكون عليه ايه يا دكاتره؟ اندر مارك ادج. اللي هناك دي اسمها ايه؟ بارشل اوت. انتوا شايفين ايه في البارشل اوت دي؟ بمنتهى البساطه كانها متاكله. خلاص؟ انت لو جيت بصيت على الارض وحسيت ان الحته دي اتاكلت يعني كلها طلعت، بيقول الادج ده اسمه ايه؟ بانش اوت. خلاص؟ زي عارفين مين؟ فاكرين الايه انجلوجيتي اللي كنا لسه بنقول عليها؟ بيقول لك ان هي فيها بانش اوت ابسريشن. ليه؟ لان انت بتيجي تبص على الحته بتاعت الدنتال فابيلا تلاقيها متاكله، تلاقيها مش موجوده. فكنا هنقول ان دي اسمها ايه؟ بانش اوت ابس. طيب شايفين الرول والايفرتد؟ رول اند ايفرتد هي نفس الكلام، يعني انت ممكن تقولي ده رول وممكن تقول ايفرتد. ايفرتد يعني تحس ان اللي جوه طلع بره، شايفين؟ الاصل ايه؟ مقلوبه. خلاص؟ ده كده رد قد ايه؟ قد ايه بقى؟ واللي هناك دي رينج، عارفين ايه يعني ايه رينج؟ يعني متفتحه، يعني في حته طالعه ومش داخله. اوكي؟ انت دكاتره الادج من الموسيقى ازاي؟ يبقى عندنا اندر وان، وعندنا فانشن اوت، وعندنا رد قد ايه بقى، وعندنا ايه؟ طيب ده اما الفرق بين المارجن اللي هو الاوت لاين والادج هي الايه؟ الحفره. ندخل بعد كده على اثنين تانيين، الفلور والبيز. ايه فرق بين الفلور وايه فرق
عكس الفلور هو كله البيز هي دي الفلور هي دي كلها والبيز هي دي بس. طيب حد عنده اي اراء اخرى؟ حد عنده اي اقوال اخرى؟ طيب بص هقولها عليه مبدئيا احنا الارسل او ليه بنقول فلور وليه بنقول بيز خلاص. مبدئيا ده شكل الارسل اللي احنا عندنا انتيريور رافل بقى ده ايه كونكتيف تيشو فالمفروض ان هو ده الفلور هو ده البيز. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان لو الارسل دي تعمل كيلك تعمل يعني هتقفل خلاص هتلاقيها بدات تكون فوق البيز اللي انت شايفه ده جرانيوليشن تيشو بدات تكون ايه يا كاتره؟ جرانيوليشن تيشو. طيب الجرانيوليشن تيشو اللي فوق اللي انا شايفه ده هو ايه؟ الفلور. بيبقى الكونكتيف تيشو اللي تحتيه هو البيز خلاص. دايما بنشبهها بنقول ايه؟ بنقول لو تخيلنا انه دي السيراميك اهو خلاص وانا جبت سجاده السجاده هي الفلور والسيراميك هو الايه؟ البيز خلاص تمام. طيب الجرانيليشن تيشو ده بيبان شكله عامل ازاي؟ ان انا هشوفه على شكل ايه؟ هشوفه على شكل جريش وايت سودو ممبرين. يعني اللي هي فاكرين الصوره اللي هي هنا دي شايفين الصفار ده اصفر يا اما هتشوفه مصفر يا اما هتشوفه مبيض اهو شايفين اهو شايفين حاسين ان في فلور ولا لا؟ في حاجه هنا اوكي. طيب السؤال بقى هنا افتكروا مين احسن ان انا الاقي فلور يعني اشوف فلور وبعد كده البيز بتاع الكونكتف تيشو ولا ان انا اشوف الكونكتف تيشو ده على طول في وشي؟ لا فلور. اشوف فلور ليه بقى؟ عشان في باكيت في ريسبونس في الكيشن الكيشن اللي بيحصل ايه؟ هيلينج اللي هو امال لو لقيت كده على طول بيز قدامي يبقى دي اسمها ايه؟ نون هيلينج اصلا. نون هيلينج ايه؟ مين النون هيلينج اصلا؟ مين الاصل اللي ما بعرفش اعمل هيلينج؟ المالينجنت اصلا تمام؟ اذا لو انا ما لقيتش فلور ولقيت كده ببص لقيت كونكتف على طول دي خاصيه من السكوير سيل كارسينوما اللي انت هتبص تشوف على طول كونكت تيشو يبقى دي على طول ايه؟ نون هيلينج ارسل وتبقى مالك. طيب ده يعني قد ايه هي سوري نسيت اقول لك يبقى احنا قلنا الفلور هتكون سواء انا شايفه بريش وايت يعني مش سوبر ممبرين ايه اللي انت شايفه. البيز بقى هتكون ايه؟ هتكون مش هتكون بقى شايفين كونكت تيشو او مش شايفين كونكت تيشو هتكون انديوريتد او ايه؟ او نون انديوريتد. يعني ايه انديوريتد يعني ايه نون انديوريتد؟ هو الانديوريتد دول بي كيف بتدخل عمق خلاص ومش بتشوفهم بتحسهم بتيجي على الارسل كده وتحس وتدوس عليها من بره اوكي. لو الارسل اذا كانت شالو خلاص انت هنا لما تيجي تدوس هتمسك مين؟ الميكوزا. يعني لو هي طرق الحته دي بس وبعد كده ميكوزا فلما انت تيجي تدوس على الحته اللي بعد الارسل هتمسك ميكوزا صح ولا مش صح؟ والميكوزا فاكرين قلنا ايه؟ فاكرين انه فليكسبل فلما تيجي تدوس هتلاقيها ايه؟ طريه تحت ايدك. انما لو هي دي يبقى انت الحته دي بتدوس عليها الحته دي ايه؟ فاضيه خلاص؟ مش هتديك نفس احساس الميكروز هتديك احساس انها ناشفه سنه خلاص؟ ده بنسميه انديوريشن بنسميه ايه يا كاترة؟ انديوريشن. يبقى الديب ارسل هتكون ايه؟ انديوريشن هتكون ايه؟ طب والشالو ارسل هتبقى ايه؟ نون انديوريشن هتبقى ايه؟ نون انديوريشن خلاص؟ نعم. تاني قلنا لو الارسل شالو يعني هي بس في السطح كده وبعدين عندك الانديوريشن ورا ده نورمال خلاص تيجي انت تدوس عليه تحس باحساس الميكوزا النورمال اللي هو ايه؟ فليكسبل كده خلاص. ازاي؟ تخيل مثلا ان انا على الطنط فانت شايف ارسل من فوق هتدوس على الحته بتاعت الطنط دي بس بمنتهى البساطه خلاص. لو دوست على الحته بتاعت الطنط دي وحسيت احساس الطنط العادي اوكي ده نقول عليها نون انديوريتد. نون انديوريتد يعني مش ناشفه تحت ايدك. انما لو هي دي خلاص الحته دي مش هتبقى فيها بقى التيشوز بتاع الطنط تيجي تدوس عليها تحس انها انشف سنه بنقول عليها انديوريتد. بنقول عليها ايه؟ انديوريتد. يبقى الانديوريشن ده دليل انها ايه؟ دي. ولو نون انديوريتد تبقى ايه؟ شر. خلاص كده كده؟ تمام؟ طيب دلوقتي قلنا نفس الكلام هتقول دي او شالو النمبر هتقولوا لي هي سولاتري. سولاتري يعني واحده او ايه؟ نمسك اول نوع المواد اللي هو ايه؟ اللي هو الرياكتيف ارسس تمام؟ ايش قلت لي هيبقى الارسس بقى كيوب ارسس خلاص؟ يعني ليها شويه
الانسلت اللي انت عملها خلاص. هتبقى ايه الدكاتره اهم حاجه عندي هتبقى سيرت واحده بس تمام، هتبقى فين تبقى ايه فين فين ترجع العين عشان نبقى متفقين على حاجه. الانسلت تتوقع القاعده فيها انها بتوجع العين ولا ما بتوجعش؟ تمام، القاعده دي هتكون ايه فين خلاص. ولذلك احنا كل هنسبب كده كل الانسلت هتكون ايه فين ما عدا وهي قدامك اوسكس. كل مره هقول لكم على حاجه هتكون مختلفه. الاول حاجه فيها البيز ارس، كل سكشن هقول لكم على ارسر مالها بيز واحده بس خلاص اوكي. فكل سكشن هقول لكم الارسر البيز بتاعت النهارده هي كذا فانا او اخر سكشن انت هتقولوا لي مين الارسر البيز بتاعت النهارده، يبقى قاعده الارسرز انها ايه بيز خلاص. طب دكتور معلش هو مش السبب فيها تراكشن علشان خاطر ممكن هنا على حسب بقى هنا لو الانسلت قوي يعني مثلا الكاسب شارب قوي لدرجه ان هو قطع مش عمل كيراتوزز ما اداليش وقت اعمل كيراتوزز فساعتها هيبقى هيظهر لك تروماتيك ارسل زي كده. يعني هي معتمده ديبندنت على الارسل. طب مثلا كاسب شارب، الكاسب الشارب ده كان موجود في الكيراتوزز؟ لو هو مش حاد قوي هيعملك ايه؟ كيراتوزز. طب لو هو سن كده وطالع هيبقى عاملك ايه؟ خلاص. فهي ديبندنت على ايه؟ دكاتره على قوه الانسلت بتاعي اوكي. طيب بيقول لك احيانا كمان ممكن تعمل ايه هيماتوما، احيانا ممكن تعمل ايه هيماتوما كتله خلاص. طيب ايه التريتمنت يا دكاتره؟ فاكرين في الكيراتوز لما كنا بنقول في الكوز كان يحصل لك ايه؟ يحصل لك ايه؟ كان يحصل لك ايه في مده قد ايه؟ من 7 ل 10 10 في ايه صح؟ لو كان عدد اكتر من كده بيوبسي عشان ممكن تكون ايه مالك. نفس الكلام هنا الاسر هتفيد من اسبوع ل 10 ايام، لو قعدت اكتر من كده هتعمل ايه بيوبسي. مفيش فرق مفيش فرق في الكلام اوكي. تاني حاجه هناخدها يا دكاتره في الايه الميكروبيا او الانفكشن، انا خدت اسمها ايه كنا مسمعين على السيفلس قبل كده. ايه اللي خدناه في الوايت ايجنت النهارده هناخد الاكسريشن هيطلع اثر في البرايمري واثر في السكندري واثر في الايه؟ تمام؟ طيب فاكرين ايه الكوز ايه الاورجنزم اللي كانت بتعملها؟ حد فاكر؟ سبايروكيت اسمها ايه بقى؟ البنوما بلدة اسمها ايه دكاترة؟ البنوما بلدة خلاص؟ نمسك اول حاجه امتى اقول ده برايمري سيفلس وامتى اقول سكندري وامتى اقول تيرشري خلاص؟ على حسب على حسب المده اوكي؟ لو في اول ثلاث لاربع اسابيع يا دكاتره العيال بيجي له حاجه اسمها ايه؟ برايمري سيفلس. بيجي له حاجه اسمها ايه؟ برايمري سيفلس. مبدئيا السيفلس ده سكشوالي ترانسميتد ديزيز فلازم تلاقيه عند الشخص والبارتنر بتاعه اتفقنا؟ ده اولا اوكي؟ ومش هيجي اكيد في الايه؟ في اليونج ايج تمام؟ الاول حاجه تتفق اللي هو البرايمري سيفلس ودي بتبقى عباره عن ايه؟ دي بتبقى عباره عن ارستريشن. يعني اول ما حد يجيله سيفلس بيجيله على شكل ايه يا دكاتره؟ ارستريشن خلاص؟ طيب الارستر شكلها عامل ازاي؟ قال لك الارستر هتطلع في مكان من الاثنين يا اما اورال خلاص هي فيها نوعين في جنتال ارسترز وفي اورال ارسترز ازاي بتطلع فيه؟ اورال هتطلع في مكان من الاثنين يا اما على يا اما على التيب اوف تام تطلع فين وفين يا دكاتره؟ لبس والتيب اوف تام خلاص؟ بتبقى شكلها عامل ازاي؟ بتبقى شكلها بينلس واندوريت. بتبقى ايه يا دكاتره؟ بينلس اندوريت. اندوريت معناها انها ايه؟ لا طويل. النون اندوريت هي الايه؟ هي الشل خلاص؟ فهي بتكون بينلس واندوريت. يبقى مين البينلس بتاع السكشن ده؟ الاثر بتاع البرايمري سيفلس اللي هي اسمها ايه؟ بتبقى اسمها شانكل. اسمها ايه؟ شانكل خلاص؟ اوكي؟ طيب معاها ايه؟ معاها كاركترستيك مهمه قوي، معاها الليف نودز اللي هي اللارجر برابل. الليف نودز اللي هي ايه يا دكاتره؟ طبعا انتوا بتاعت الدايجنوزز صح؟ عارفين الليف نودز المفروض ايه؟ يبقى ملمسها ايه؟ ملمسها ايه؟ فليكسبل فليكسبل وموفبل بالظبط احنا ما بنحسهاش تمام؟ هنا هتحسها وهتلاقيها ايه؟ رابل عامله زي ايه؟ زي الرابل اوكي؟ طيب ايه اللي الكورس بتاع الالسر دي او ايه اللي هيحصل؟ قال لك الالسر شايفينها اللي كاتبه على التيك توك خلاص اندوريت دي شايفينها دي بالذات. طب الايدج ده اسمه ايه؟ رود تمام؟ طيب ايه التريتمنت يا كاتبه؟ قال لك التريتمنت
تبيب من تصحيح اللي انت تعمل ايه؟ هديله بنسلولا تديله انت باوتك. هو عنده بكتيريا انفكشن فانت تديله ايه؟ انت باوتك. انما هي لوحدها هتهيل من بعد ايه ده كترة؟ من 8 ل 9 خلاص؟ ايه كلمة بقى من نو سكار فورميشن؟ يعني ايه كلمة؟ عارفين يعني ايه سكار فورميشن؟ سكار نت ما بيبانش مكانها. ما بيبانش مكانها خلاص؟ عارفين لما حد يتعور يا اما حاجة من الاثنين، يا اما تفيل كومبليتلي ويبقى الحتة دي ولا كأنها موجودة، يا اما تفيل ايه؟ سكار خلاص؟ دي تاني حاجة هقولها لك. معظم الألسر زيادة كاتة هتفيل وداوت ايه؟ سكار. إلا برضه ألسر كل سيكشن هتفيل. اتفقنا؟ يبقى أول حاجة مين البينس ألسر؟ خلاص كده بقينا الاصل اللي هتعمل ايه؟ هيلينج باي سكور. اصل اللي هتعمل سكور. طيب بنقول لك خلي بالك ان ده في مرحله البرايمري سيفلس العيان بيكون في ابسط مرحله البرايمري سيفلس دي ابسط مرحله. لو عالجته بالانتي بايوتك هيتعالج. خلاص؟ هو قادر في المرحله دي هو بيكون هايلي انفكشن. ايه اللي تفرق؟ يعني الكونتاكت مع الاصل دي يجيب على طول ايه؟ ابسط. اتفقنا؟ طيب ثاني مرحلة secondary syphilis في دكاترة تظهر بعد قد ايه؟ 1 to 4 months. يبقى أول واحدة البرايمري ظهرت بعد قد ايه؟ 3 ل 4 أسابيع. بعد شهر ل 4 شهور يبدأ يظهر له ايه؟ secondary. لأن احنا كنا واقفين عند 4 أسابيع. 4 أسابيع دي يعني ايه؟ شهر. بعد الشهر يبدأ secondary. طب أنا هعرف امتى هو بدأ من شكل الديشن الأولاني، يعني لو هو جالك عنده شكل تعرف إن هو كده ايه؟ خلاص
بنشط اوت، بس بنشط اوت لدرجه ان عامله زي الربع شايفين، بتعمل بيرفوريشن للبلد. بتعمل ايه؟ بيرفوريشن للبلد. خلاص الانسر دي بقى يا دكاتره بتفيد باي ايه؟ سكار. باي ايه؟ يبقى مين البينس؟ الشنك. ومين اللي بتفيد باي سكار؟ الجم. دكتور هي بتفيد اصلا؟ اه بتفيد لما بتقعد وقت بتفيد. بص انا هي اكوردي، لو هي صغيره هتفيد باي سكار، لو هي كبيره هتفضل عامله شكل الايه؟ البرفوريشن ده اللي بيقول ايه؟ اه مكانك خلاص؟ دكتور هي السكندري كمان بينس. السكندري كمان بينس. حالات وحالات، مش دايما الستيت تراك ابيرنس زي الابيرنس، يعني السكندري فيها بينس وفيها بينس. انما اللي بينلس خالص الشكل. تمام؟ زي ما الدكتور قال لي ده السكن دي فيها في زيت تاك ابيرنس احيانا بيبقى بينلس واحيانا بيبقى ايه؟ بيبقى بينلس. انما اللي كومبليت بينلس يعني الشكل. خلاص؟ طيب. خلينا اخر حاجه الدكاتره هناخدها هي مين النهارده؟ التي دي. التيوبركلوزس. تمام؟ انتوا عارفين ايه التيوبركلوزس؟ لما كنت خدناه في الكيراتوزس
saturated undermined ليها thick yellow mucus membrane الموضوع يعني الموضوع زي اسمه اوكي Thank you.
Resistance يعني بقالها
ريزيستنت اكثر من ابر ليج. تمام. طيب ايه الهيستوري اوف شيبكم ليه؟ انها بينس مش بتضحك. بينس ده يبقى ايه؟ ايه اللي تبرأ؟
الليجر مع بعض. قلنا اول حاجه هنصفها اللي هي ايه؟ السايد مكانها. مكانها فين؟ خلاص؟ طيب وقولوا لو هي كروماتيك قولوا انها انيليشن لايه؟ خلاص؟ طيب يبقى ده اول حاجه السايد. السايد حجمها ايه؟ كله مثلا ايه حوالي 1 سنتيمتر اوكي تمام. طيب احنا قلنا سايد وسايد ايه الشيب بتاعها شكلها عامل ازاي؟ راوند او اللي انتوا عايزينه هنختار. خلاص طيب السراوندنج مارجن عامل ايه؟ بصوا شايفين هي باينه اكتر في الناحيه اللي هناك شايفين ماله؟ بيبان كيراتوتك. خلاص كيراتوتك في الهناك شايفينها في الناحيه اللي هناك كيراتوتك وإيريتمبس. كيراتوتك وإيريتمبس وإيريتمبس. طيب بصوا عايزه اقول لكم على حاجه برضه عشان ايه؟ عشان احقق الحق معاكم يعني. مش دايما هتشوفوا الصور فيري كلير دي مش كاميرا بروفيشنال خلاص؟ فمش دايما الصور هتبقى فيري كلير ان انت تعرف كل الديتيلز. فساعتها بنعمل ايه بقى؟ بنكتب اللي احنا ايه؟ عارفين؟ يعني انت عارف ان دي كروماتيك ألسر يبقى المارشن بتاعها ايه؟ كيراتوتك وريت. صح ولا مش صح؟ مش لازم بقى تشوف انها كيراتوتك وريت. شايف؟ يعني انت تفكيرك وقف مش شايف روح ايه؟ هابد على طول. اتفقنا؟ ماشي؟ بس انا يعني انا كنت عندي انا ما اعترضتش على الهبد على فكره فبحتاجه جدا. بس هبد بناء. ايوه بالظبط هبد مع يعني اللي يهبد يهبد ايه؟ صح في المطروح ايه؟ بالظبط في المطروح. خلاص ماشي؟ طيب عندي في حاله مثلا خلاص فانا ايه؟ فالمفروض احنا عندنا وايت ادراك ليجن زي زيكم هنا اهو تمام. بس احنا عندنا حاجات اكتر شويه. في ديزيز اسمه سكلاتوسس كونجنتا. خلاص فالديزيز ده عباره عن ايه؟ عباره عن عين بيجيب سكلاتوسس اماكن معينه خلاص. وسببه ايه؟ سببه سكس لينكد ديسوردر. سكس لينكد يعني يظهر عند ميل او فيميل حاجه منهم هما الاثنين يعني. فهو كان بيظهر عن ميلز وسكس لينكد. فانا وانا بحفظ الديزيزز كان معظمها بقى عندنا دلوقتي في شكل تخطوها. فكان ده الحاجه الوحيده اللي هيريديتري سكس لينكد. فقعدت اقول لنفسي الحاجه الوحيده اللي هيريديتري سكس لينكد هي مين؟ هي السكلاتوسس كونجنتا. وحفظتها نفسي 100 مليون مره. خدت الامتحان وما اعرفش ايه اللي حصل ايه اللي اتبنى في المخ. فجالنا كيس الكيس عامل زي كده بس يعني مش قويه غلابه. وكان الدايجنوز بتاعها هو السكلاتوس كونجنتا. سالنا ايه الدايجنوز ايه الكومبليكيشن ايه شكلها عامل ازاي وقولي بقى ايه السبب بتاعها ايه الكوست بتاعها. ان انا اسكن كوست مش راضي تيجي احلامي خالص ولا كاني ذاكرتها. وبعدين متضايقه عشان انا فاكره مكانها يعني فاكره مكانها في ايه وشايفه كل حاجه ومش شايفه الكلام. فعمال افتكر اكتب ايه اكتب ايه. وبعدين انا بحترمها زي ما قلت لكم انا مش هسيبها فاضيه يعني مش هينفع مش هسيبها فاضيه. قمت كاتبه لها ايه بقى؟ قلت لها ان هي هيريديتري كونسنتال اوف انوكوز. تعالى كده اختار منها ايه اللي هي عايزاه يعني. بس هي كاتبه لي كل الحاجات الممكنه واختار اللي انت عايزاه. وسبحان الله المفروض ان الحته دي بتاعت يعني هم كانوا فاكرين الوردز المفروض الحته دي عليها درجه تمام. والامتحان اصلا كله اوفر اول كان عليه 20 درجه خلاص. فانا قلت يعني انا لو جامده جدا هجيب 19 من 20 دي غلط تمام. وده لو جامده جدا وانا مش ضامنه حاجات ثانيه برضه رزعت فيها يعني برضه كان جاي لنا برضه قولي ايه الارسز الانفكشن تمام. فكان احنا واخدين السيفلس كنا واخدين في جيش كنا واخدين حاجه ثالثه لحد دلوقتي مش فاكراها. فمش قادره افتكر ايه الحاجه الثالثه. وافتكرت من السجاشن الميسوبلازموس اللي احنا كنا بنقولها الفانجس كان معلقه في دماغي قوي عجباني يعني. رحت لقيت بنفس الجاسموس كان من الهبد البناء برضه. المهم كذا حاجه عملت فيها نفس الهبد البناء يعني. وسبحان الله جبت 19 ونص من 20. ف لذلك يا جماعه انا بقول في الريزم من البدو يعني من البدو زي ما انتم عايزين بس بدون ايه؟ حاسس السياق الدراما خلاص؟ ماشي؟ طيب اوكي احنا قلنا السراوندنج مارجنز شكلها عامل ازاي ده؟ خلاص. بعد كده الدكاتره تفتكروا جديد ولا شرط الدكتور بتاعها ايه؟ شرط خلاص المفروض انها شرط. هو عادي مش باين يعني مع ان انا مش باين خلاص بقى بس هي المفروض تكون ايه؟ مش باين. تمام ده دي. طب الفلوس بتاعها ايه؟ ريش وايت خلاص. ريش وايت ايه؟ تو ممبرين. النمبر بتاعها ايه؟ سوليد. خلاص تمام. طيب بصوا بقى ففي بيشنت كيجو كلينك باثر على الريبورتر اوف ذا تايم عندنا كيس 3 لانج ديزيز. يبقى دي عاملاها ايه؟ تمام.
الليجن ديسكريبشن بتاعه ايه؟ على الريبوفل اوف ذا تانج شكل الروبل في الايدج بتاعه ايه؟ تمام؟ الفلور بتاعه ايه؟ بيك يلو يوكس سنترين خلاص؟ وقلنا حواليه ايه؟ شايفين؟ واضحه قوي حواليه Thank you.